قابلنا الفنانة التونسية ريم الرياحي، نجمة تونسية المقيمة في باريس، استدعتنا عندها باش نحكيوا معها على خدمتها، مشاريعها على الفن والعائلة والجمال. ريم الرياحي مرحبا بك. وبيك يعيشك، مرحبا بكم بحدنا. مبروك عام 2018. يعيشك ان شاء الله كل شيء بالبركة علينا الكل، وان شاء الله عام مبروك وسنين دائمة للناس الكل. شو مشاريعك عام 2018؟ نخدم كيما العادة 7 على 7، وان شاء الله ربي يسهل لنا. ريم الرياحي هي اللي تميزت في التسعينات في الفوازير، موهبة، جمال، طموح. ريم اختارت التمثيل بعد مسلسل حكم الأيام، غالية، اضحك للدنيا، قمرة سيدي محروس، حياته أماني، نجوم الليل، نعورة الهواء، الأكابر. ريم الرياحي اختارت تبعد شوية على التلفزة، البعد دام عام، أسبابه متنوعة. مش متخبية لابخوف، اللي كلمني يلقاني موجودة، نقبل العروض، نشوف، نقرأ ونقرر. كي تبدا حاجه حلوه علاش ليه؟ معناها انا وقتي معبي برشا، معبي برشا خاطر نخدم برشا وولادي، ومعناها حياتي اليوميه معبيه، مانيش معناها مش وقتي فارغ باش نعبيه بالفن. الفن حاجه مني انا، كي تبدا فما حاجه حلوه نبدا شيرها باش نخدم، وهذاك اش نحب، نحب نبدا كان شيرها. الفنانه اللي فيك علاش حتى التو ماهيش حابه تخرج بالقدايه في العوام الاخرى؟ كما تعرف هادي انا بديت عمري 18 سنه، اكل الحرب اللي يلزمني نعملها من الاول ما تعملتش، دونك ما استنستش بيها، ما حاولتش نخدم، حسيت روحي تعرفت في 18 سنه وانا ما عملت حتى شيء باش نتعرف. يكون بعد صعيب عليا برشا باش نجري ونلوج على ادور، وكل هذاك الكل ما نجمتش نعمله وما نجمش نعمله. الافونتاج اللي عندي اللي الناس تعرفني، اللي المخرجين يعرفوني، كي يبدا فما دور يقول اللي هذا ريم الرياحي تقدو، هذاك اللي شرفني ونحب نخدم فيه، وما يهمنيش في حتى شيء من بعد. ليسونسييل الدور يواتي ريم الرياحي الفنانه والكارير نتاعها حتى الان. محتكره من قبل مديح بالعيد زوجك، ساعات يقولوا مرت المخرج مثالش وبوكو با مرت المخرج، وكي نخدم معاه تبدا حاجه حلوه. ريم مستقره من سنوات في باريس، الفنانه التونسيه اختارت تبعد على تونس تعيش مع عائلتها في عاصمه الانوار، وغادي صنعت عالمها وحياتها الكل. الغربه في اللمه، الغربه في الانيفرسير، الغربه في الاصحاب كي يتلموا، في العائله، في حد يمرض، هذه كلها اسمها غربه. معناها ما نتصورش انا حد اخر يتفرج في التلفزة التونسية بجميع قنواتها عنده نفس الإحساس كما عبد في غربة. الثقل تريبل كوادريبل الثقل متاع المعلومة على المهاجر واللي في الغربة، رزين ياسر ياسر. فما ناس ما تفهموش، فما ناس يقولوا تيزي وبعد بربي تو انتم عايشين غادي ومتفرهدين وندرى شنو، وتقولوا عايشين في غربه. وي عايشين في غربه، وي عايشين في غربه. دي مومون اللي وقت اللي تروح لتونس، حتى كان تروح كل شهر لتونس، تشم ريحه ترابك، التراب اللي تربيتيه، وهذه هي ديفيرينسا كبيره ياسر ما ينجم يحسها كان في غربه. كنت مخيره ولا ملزمه ريم؟ ليه مخيره معناها مانيش مجبوره باش نتغرب، اما كان الحمد لله الاختيار متاعي ما نتصورش روحي نهار نندم عليه. بديت الغربة متاعي أنا مانيش معرسة وما عنديش صغار، وخممت برشا برشا في صغاري اللي من الراجل اللي ما نعرفوش اللي باش يجيو كيفاش باش يعيشوا. أنا نجم ناخذ فيزا، أنا فنانة، أنا نجم نتحرك كيما نحب، نجم نسافر، نجم نعمل حاجات. من بعد الكارتة كيف تتمشكى تروح باش يجي لشكون؟ ما تعرفش عليه، والمستقبل ديما مجهول. دونك حبيت نعمل حاجة لأولادي، حبيت نعمل حاجة لمستقبلي باش ما نقولش نهار. ريم الرياحي هي زادة أم وصاحبة مسؤولية عائلية مع ثلاثة صغار. ريم تعيش دور الأم، تسهر على قراية وراحة أولادها رغم ضغوطات الوقت. المثالية لا، مانيش مثالية، مانيش مثالية، خاطر كان جيت مثالية راني الوقت الكل مع أولادي. نجم نكون مثالية، أما أنا مقصرة شوية مع أولادي. الأولاد واعين لأمهم ممثلة؟
وعين لي أمه ممثلة وعين لي أمه تخدم برشا واللي الخدمة ما هيش كل شيء وسي خاطر بداو يكبروا إن شاء الله ربي قدرني نحسن. عندك مشاريع مخرج ولا مخرجة ممثل ولا ممثلة في الدار؟ ولادي حشامين عندي الكبيرة حشامة نهارة اللي اختارت انها تعمل الانيفيرسير نتاعها عمرها 9 سنين قلت لها شنو التام قالت لي التام سي لا تونيزي وعملت اون فيديو باش تعرف اصحابها اللي ما يعرفوش تونس بالكل باش توريهم شنو هي تونس شنو ناكلو شنو هي البلايص الهايلين وشنو هي شنو هي تونس عملت اون فيديو مانيفيك وانا جو سوي سوبر فيير دو سا. ريم الرياحي نجحت باش تكون زاده بملامحها ايقونه جمال وموضه المرأة اللي حافظت رغم الزمن على نظرتها وجمالها وخلت صورتها مميزة عند الجمهور. المرأة باش تبدأ ليا بروحها يلزمها ترتاح وتعمل شوية مكياج تلبس مليح تقوم مليح كل شيء رباني فماش عملية تجميل كل شيء من عند ربي الحمد لله. مازلنا 40 وي سنة نعمل 41 سنة أما مازلت ما عملت شيء ومازلت ما نعمل شيء 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 ولو شيء 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 مش حاجة ما 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 مكلتني توا نقول لازمني نعمل حاجة فماش عليش باش نعمل حتى شيء كان من بعد لازم نعمل لازم نعمل وكابا. ريم من سنوات وهي تشرف بامتياز على سباب اسمها لبان دوغيون ريم الرياحي مشروع تونسي في باريس. بعد ستالينغراد ريم تحل فرع ثاني من نشرها كل شيء من داخل يحكي على تونس. نخير ان الفنانة هي اللي شدتهم الكل على خطر كان ما جاتش فنانة ما تنجمش تمانيبيولي هذا الكل البزنس وومن والمرأة والأم الكل والزوجة كان ما جاتش عندهم فنانة وراهم ما يكملوش. برشا ناس يقولوا مليارديرة. لا 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 مانيش مليارديرة نخدم كان جيت مليارديرة راني ضربة شادة داري وليا بوليداتي والمشاريع تخدم وحدها نحب أقول امبوسيبل نخدم 7 على 7 نخدم كل يوم من موظفة بسيطة لصاحبة مشاريع في فرنسا في باريس. نتصور أنه العينين والكلمات برش عليك إن شاء الله ربي بعد علينا العين وين من منش برشا معناها بال بال قولوا لي لي فو با دير ما عندي حتى مشكل أنا نخدم العرق متاعي ظاهر في خدمتي نخدم كل يوم نحب نطور نحب نحسن نحب نكبر pour dire aussi حتى شيء ما يجي من حتى شيء. أنا نحب نعرف العباد الكل اللي عندنا une très belle tradition tunisienne وعندنا حاجات مزيانين ياسر اللي هما في كيبدو في فرنسا ما يظهروش اللي هما توانسة وما نجمنش قاعدين نعرفوا اللي هما توانسة معناها توسكي اورينتال سا فيان دو ماروك سا فيان دو لا سيري مي اون دي جامي توانسة. تفرجت تبارك الله لي لوستر نتاع لوستري باسلي المرقوم توسكي تونيزيان اي تري بو معناها توا اول ما تدخل الكليونت هنا سي تري بو سي كوا سا سي تونيزيان سا سا مي في بليزير اي جو سوي فيير كي نقول نون سي تونيزيان مي سي ان سبا اورينتال كو ميم باسكو يا دوتر ارتيكل كي سون با تونيزيان. ريم الرياحي اكثر من مجرد فنانه هي امراه تونسيه باحلامها بنشاطها بطموحها. ريم للفن كان ومازال جزء كبير من حياتها وكان القدر نتاعها وقت اللي تعرفت على رجلها المخرج مدح بالعيد ومعاها بدات مسيره فنية وشخصية وعائلية مميزة. ريم الرياحي نسألك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع. جاهزة؟ ليه؟ ريم انستغرام فيسبوك ولا تويتر؟ فيسبوك. أصعب موقف تحطيت فيه عام 2017؟ الخيار أني نكبر وناخو حاجة جديدة ولا لا. أكثر حاجة فيك صادقة في برجك؟ صادقة نسيان ومرة فارغ مرة مليان. برجك؟ دلي. لو كنت آلة موسيقية شنو كنت تكون؟ مسفلت. قديش أول كاشي خذيته في حياتك؟ 850 دينار. لو تكون عندك طاقة خارقة؟ نختفي.
اخر فيلم شفته عجبك؟ ما نفكرش الاسامي. اخر مسلسل شفته عجبك؟ قسم، على خاطر ماما غرمتني به وروحت وخليتني وحدي. دور تحلم به؟ عليسة. النبات المفضل عندك؟ ياسمينة. صفة قلقك في مدح بالعيد؟ غيرة. اكثر بلاصة ترتاح فيها في تونس؟ طرقنا. اكثر اكسسوار عزيز عليك؟ منجيلة. اقرب شخصية كرتونية لشخصيتك؟ ساسوكي. اكثر ماكلة تونسية تتوحشها؟ لوبيا بالملح بالكعبر. شو العصر اللي كنت تتمنى تعيش فيه؟ لي زاني 70. لو كنت قطعة شطرنج، شين القطعة اللي تمثلها؟ ما نجمش خطر ما نفهمش في الشطرنج. اول كاسيت ولا سيدي شريتها في حياتك؟ ما نصورش روحي شريت كاسيت ولا سيدي. انت اليوم في مرحلة تزيد اصحاب ولا تنقص اصحاب؟ قد كما انا.